زيد رئيس زيد باشا سيدات رسالة عبر سيدات رسالة صدور كل اسمه وصفاته. يقول الله سبحانه وتعالى بدعوه بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل أملوا فسر الله أملكم ورسوله هو المؤمنون الله عليم. والعجيب في الأمر سيد الرئيس بل من المؤسف والمحزن أن المدينة الألفية هذه المدينة التي شرفها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أدامه الله وأيده خطاب تاريخي 18 مارس 2003 والذي كان بمثابة خريطة الطريق لتنمية الجيش الشرقي. فأين نحن كمجلس من المساهمة في تنزيل خريطة الطريق هذه؟ وللأسف الشديد بدل أن يساهم المجلس في إيجاد حلول للمعضلات التي تعرفها المدينة في شتى المجالات فإن هذا بين القوسين مرتفع الذي يعرفه المجلس ولأسباب غير مفهومة سيزيد في تأزيم الوضع أكثر مما هو محتمل. أيها السيدات والسادة، إن السؤال مطروح، وما ذنب هذه المدينة وساكنتها الذين وضعوا كل ثقتهم في أعضاء المجلس والذي يعتبر النواة الأساسية في مسار تقدم أو تخلف؟ وشكرا. شكرا. لا عرفت من شان المال ان اليوم حامد عبد العليم انا اعطيك انا اقول اعطيك انا شوف اليوم ان شان المال سكت اولا وان يوقع العلم كبير ونقول لك تاكد النية موجوده عند الجميع عندهم ابتداء المرض نهار ان شاء الله الامور تحسن تتبع كل دنيت الحسنة ستستطيع اليوم مع كل المكونات المجلس ماشي هو الرئيس نية حسنة ديال انه البروكا جديد واحد الكلمة ديالو نية عند الجميع انه ما يبقاش بدءا من النواب البارح الى الرئيس المساهم الاول السيد الرئيس ما كانش مقتصر في المعارضه وما عرفش حنا في التصوير ما عرفش بان الامور تسوى لا ماشي تسوى كذب اسف ربما ماشي هضرنا في الاول على هذا الشيء هضرنا في هذا الشيء في الاول هضرنا فيه النية السياسية كاينة حاول ان شاء الله اليوم نتعاون عليها كاملين والامور غادي نخدمها ان شاء الله سي فوز شكرا اتفاقيات راه ولا كنا اليوم كنا مبروكينها
وانت شاف ليش التعديل هذا دليل على نقص المكافأة نتاع التسليم نتاع التكبير وكاش فوقاش السيدة دليل قاطع باين راه المدينة اللي تشوفها الفرق راه هادشي بما واحد مجموعة كثيرة تاع الوقت اللي فاتت ولكن ما تحطتش على أرضية الواقع كما ماشي غوطي وشكرا السيدة شي حسن خلص الرئيسي الباشا حمود هذا السيد الرئيس كان عنده واحد تدخل وكنشد واحد